السلام عليكم احمد وشنق اكسبونج، مقطع جراند جديد وتكمله للسلسله اللي اغلبكم ينتظرها. زي ما قلت لكم اعزائي المشاهدين ما راح اتاخر، فاذا قلت ما راح اتاخر ما يحتاج تروح بالكومنت تكتب متى جراند. اوكي ممتاز، الله يسعدكم. اقسم بالله ما توقعت كميه اللايكات والاعجاب في المقطع الاخير، 8 ساعات فوق 100,000 لايك، وما ادري الحين كم وصل. الله يعطيكم الف عافيه، شكرا يا اخوان على الدعم الاسطوري. هذا الشيء اللي يخليني ايش اسوي، انزل الشيء تبونه على طول على طول. في موضوع مهم بتكلم فيه معكم، اشوف كثار يبغون شيء طويل، يبغون حلقه توصل النص ساعه وفوق. انا ما عندي مشكله، لكن ابيكم الان تردون علي بالشيء هذا. هل ما عندكم مشكله اني اصور لكم وانا رايح للمكان، واصور لكم واحنا ساكتين في السياره طالع ببعض؟ يعني في اشياء بتطفش بتطول من المقطع اقدر اضيفها، لكن ما منها فايده. فانت حدد لي، قولي تبي احط لك كل التفاصيل، ما عندي مشكله. تبي اعطيك الزبده واعصرها لك بمقطع مدته من 20 الى 30 دقيقه، ممكن تكون اكثر على حسب الفعاليات اللي في المقطع. هذا شيء راجع لكم، اكتبوا لي تحت شيء مهم. لا تقصرون معنا، ضغطكم على زر اللايك وبرضو الاشتراك، ما بقى لنا شيء على المليون. الله يسعدكم، شكرا لكم مره ثانيه. اخرى اتعب وانا ادعي لكم ولا اوفيكم حقكم. الله يسعدكم، الله يسعدكم، الله يسعدكم. صلوا على نبينا محمد. مشاهده ممتعه، تنويه بسيط، بكره ان شاء الله او من المقطع الجاي راح نغير في الوقت، احتمال رجع ظهور، برضو اكتبوا لنا تحت. انا ادري تعبتكم، مشاهده ممتعه وطولت عليكم. مع السلامه، صلوا على نبينا محمد عليه الصلاه. انا بعطيك مكان وتعال انت احسن، لان لو جيتك انا خوفك احد يشوفني ولا شيء. انا مطلوب الحين، خليكم مراقبيني. اول ما اعطيكم اشاره انزلوا. اوكي عطني دقه، عطني دقه. خلاص ازهل. السلام عليكم. اهلين. هلا والله. من العصابه من الحين اقول لك انت مرحب. ازهل. شوف لي كم هذول اخوياك. لا مو اخويا، تستهبل. شيء شيء. هلا. مين هذول؟ تكلم، مين هذول؟ دوريه يا رب يا الوضيع. والله لا انتهر والله. سلم حاصر ضدك اربعة، ما تقدر تسوي شيء. والله ما تسلم والله. طيب وش السواد؟ لا تطلق، خل رقم، خل رقم. كم مرة انذرناك حبيبي؟ انت كلمت الان بانزل انفض وجهي. ممكن تفك عن وجهي الغطاء يا طويل العمر. اي الله الراس الكبير حق الاصابع. انا انا الان لا تطولها، لا تطولها، انت اللي لا تطولها، انت تكلم واعترف. انا راح اخفف عنك كل شيء، بس ابغى منك انك تعلمني اماكنها وتعلمني اماكن اخوياك. طيب انا قلت لك اكثر من مره يا طويل العمر، ما معي هليكوبتر، ما معي شيء، وضحت لك الكلام هذا يا اخي، لكن انت صامل على موضوع سي اي كذاب عنده بلاك ماركت، يبغى يدخلنا احنا ويلبسنا التهمه. هو ايش نظامه؟ انا اعلمك نظامه كيف. يروح يسرق البضاعه اللي عنده في السوق السوداء، واذا جت مصيبه جاب له اي احد من المواطنين دبسها فيهم، خلاهم هم اللي ياكلون تبن، زي ما انا الحين ماكل تبن. واذا هو قد كلامه خليه يجي يكلمني الحين عشان انا بسكته، مو تقعد تستقوي علي انت والمعفن هذا يتكي على يسار. يا الله اضرب يا عسكري، ما ينفع. لا لا مو سامع تضربه كل شوي، لا تضربني لا تضربني يا عيال. هلا هلا. ارحب ارحب ارحب. طياراتنا موجوده، الدنيا موجوده، كل شيء موجود. اي هي كل شيء موجود. احتمال بزا. احتمال ادخل على المدينه تفجير كله، كل شيء موجود يا ابو فايز. يا الله والله العظيم يبغى لنا مخطط استراتيجي يا اخي. كثار مره، كثار من البحث العام والادله الجنائيه كثار. الله يستر، الله يستر. والله انه ما هي حلوه نسحب. هذا هو بدر، بدر هذا هو، هذا هو ورا. شوف 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 على الشارع، الله الشارع. كم خرجتوا ولد ارحب يا محمد. ابو محمد ما وقت الحين، اقسم بالله انك منور. لا شيء مشل كبر 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 كبر. في السفينه اللي برا قاعد يمشي فيها، مغطى المناطق الحمد لله كلبوها. تواصل معه بالراديو، شوف الاوضاع عنده، لا يكون في احد قريب من المحيط حق الجزيره. مرحبا يا كلها. تمام، يعطيكم الف عافيه، شكرا لكم يا شباب. شيك على المجرم، شيك على المجرم يمكن صحة. الا ما هو عليه يا شباب. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. وين راح؟ قام ابشرك. وين راح الوزير واللي معاه؟ الحمد لله على السلامة. لك 5 ساعات مغمى عليك هنا وتسأل عن الراحة. الوزير راح كذا يعني، خاصة انتم وش وضعكم الحين معي؟ ليه ما تفكوني؟ حاليا بالليل والوزير طال عمره
لازم يريح شوي بيرجع يكمل طيب مع التحقيق الصبح ان شاء الله. يعني باقي صاملين على الموضوع. قلنا لك تساهل معنا تساهل معنا بس انت وراك. احنا حاولنا نخسر رايك الموضوع ونقول لك عطنا الكلام اللي عندك ونفكك، لكن مشكلتك انت يا اخوي الله يرحم والديك. اسمعني يا اخوي اسمعني يا طويل العمر والسلامه، تكلمت قدام الوزير قدامك، تكلمت قدام اللي معاه هذا اللي مسوي قوي عشان يمكلبش، ورب الكعبه لو استلمه وانا ماني مكلبش للعن شكله والله لا طيب. كل ترى هذا كلامك يعتبر ضدك الحين ترى. ليش يعتبر ضدي؟ لا تهدد لا يا اخي، مو تهديد السالفه، قاعد يضربني وانا مكلبش، قاعد يضربني وانا مكلبش. طيب سهل يا حبيبي، نبغى كلها كلام من عندك ما راح يضرك. عطنا كلام صحيح يعني، يعني لو قاعد كذا يعاملني، لو انه معاملني يعني شوف 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 عادي، كلها انت تبيع اخوياك وتطلع بنفسك انت. لا مو سالفه تبيع، لا والله ما ابيع اخوياي سالفه كذا. خلك وانا اجل ليش احط اخوياي بضمن مستقبلك؟ انت عندك عيال؟ عندك عيال؟ لا ما عندي عيال، ما عندي. لا بعدين ان شاء الله بترزق بعيال وتبني مستقبل. بس ما تكلمت، اذا تكلمت معنا استجبت معنا تبني عائلك ان شاء الله يا اخوي. يا اخوي لكن بحالتك هذه ما انت قادر تعيش. انت الان تبيني احط عيال واخوياي بنفس الموقف اللي انا مظلوم فيه؟ تبيني اظلمهم؟ هذا اللي اسمه سيء، اقسم بالله لو امسكه. هذا مو بظلم، هذه حقيقة. مو بحقيقة معك معاونين يا رجال. شلون يا رجال شلون سرقتها؟ شلون سرقتها؟ اكيد معك معاونين. انت سارق دبابة وطيارات حربية من القاعدة الحربية. يا ابن تقنعني انها واحد او اثنين سرقوها؟ اقل شيء 10 اللي سارقينها. عطنا البيانات وفكرة، وبعدين البيانات كاملة، واللي اعطاكم من الدبابة متواجدة في القاعدة الحربية، اكيد انه شخص كان داخل يدري عن الامور السريه. طيب اكلمك بالمنطق اوكي. حلو اسمعني. حلو هذا سي اي حضره الطيار، اسمع مني الله لا يهينك الان. مو سي اي، انتم عندكم معلومات انه كان بالجيش اول، صح ولا لا؟ صحيح خلاص صحيح. هو راعي الهليكوبتر، هو اللي يعرف المقر وينه، هو العقل المدبر، هو اللي عنده اي. حاليا جالسين اعضاء المباحث حققون معه ويطلعون مع الكلام كامل، بس هو تعاون معنا حاليا بصفة انه كان عضو سابق في المباحث. طيب اسألك سؤال ترد عليه بكل صدق وامانة من رجال لرجال يعني الان. اسأل. هل لو انك مكلبش والكذب هو اللي بيطلعك من الموقف بتكذب؟ لا احنا ما ناخذ كلامك وعلى طول نروح نطبقه ونمشي على كلامك. طيب ناخذ كلامك الراجعة مع الادلة. طيب واذا اتضح معنا كلامك صحيح اعطيناك الشروط اللي احنا متفقين فيها، لكن كلامك طلع كذب بنيجي نكمل عليك لين تعترف. طيب مو كذب، ما عندنا مو كذب، سي اي هو الكذاب. طيب ليش سي اي مو هو اللي يتعذب؟ ايش انا اللي قاعد اتعذب؟ لان الكلام اللي قاله مطابق للحقائق اللي احنا شفناها، اعطانا يعني معلومات رحنا شفناها طلعت صحيحه. انت عطنا معلومات يعني يكون صدق بيني وبينك، اذا رحت لم الواقع واشوفها قدامي القى كلامك صحيح، ما لقى كلامك خطا. طيب كلامك يعني خطا برجع اكمل. طيب معليش يعني معليش، لكن يعني خارج اني موضوع اني انا الان كلبه وجالس حقه معي، احتاج دوره المياه وانت بكرامه، هل في مجال اني اروح اقضي حاجتي؟ بس في مجال يا عسكري، خذها معك اقرب اشتراه تفضل خليه يقضي حاجته فيه. تعال ورانا تعال. شوف يا عسكري، اي حركه يحاول انه يهرب اطلق عليه النار مباشره، لا تردد فيه، هذا مجرم. ما عليك. ماني متحرك يا اخوك، الوضع الحين ما في الا مرجله. انت قدرتني وخلتني اروح دوره المياه، ما قصرت، فلا تخاف، تكون قد الثقه ان شاء الله. ابشر بعزك، بس ماني ماخذ راحتي، احس الوضع مكشوف. عادي اروح الشجره دي، خلك بالشجره اللي وراك هذه. عطى راحتك، عطى راحتك يا عسكري، بس طيب قلت لك لا تردد بطلق النار اذا شفت اي حركه هروب او طيب يعني. اذا ما عليك امر الله لهينك، ممكن تفك كلبشتي بس قدام عينك؟ انا قدام عينك والله، قدام عينك. ما اتمنى تسوي اي حركه ثانيه. على خشمي، على خشمي. طلب سر الرجال. ها خلصت يا ولد؟ ثواني بس، ثواني طال عمرك، بس اذا ما عليك ماني مرتاح والله، ماني مرتاح. الشجر كله تحتي، ثواني بس. يا ربي ربي الكابل يدي قاعد ترتجف. راحك عاد شوي شوي عاد. ربي يدي قاعد ترتجف، يدي قاعد ترتجف، يدي قاعد ترتجف. يدي قاعد ترتجف، ما يطلع الجوال، ما يطلع الجوال، ما يطلع الجوال. بس علينا يا ولد. على خشمي، على خشمي، على خشمي، على خشمي، على خشمي، على خشمي. ابشر ابشر. والله اني ماني مرتاح، ان في ذبان جنبي. بعد ما انت ببيتكم عشان تاخذ راحك يا حبيبي، استاجل. ايش فيك تاخرت؟ واجهتك مشكله شيء؟ لا 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 خلاص، تبي نجيب لك حبوب ومساهله شيء؟ خلصت. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك. اطلعنا اطلعنا الله يبيض وجهك. اطلع اطلع اطلع. ابشر على خشمي. كلبش يا عسكري، كلبش. تعال
ترى لا تحرك لا تحرك ترى والله ما يحتاج كلبشة والله ما يحتاج كلبشة يا الرب تفضل تفضل من داخل ترى ما يحتاج كلبشة والله اني بدك داخل عادي ما عندك مشكلة خلاص ادخل وتك اي نعم عمليات عسكري يمسك ذا وفتشة ما معي شيء اللي ماسك العمليات في الاقمار الصناعية يقول طلعت هنا بيانات ما ذبذبات ما معي شيء لا والله ما معي شيء يا اخوي ما معي شيء ايش ذا الاقمار الصناعية توضح لنا ان في يا حضرت بيانات ارسلت من هالمنطقة الى ترى خليتك الى منطقة ثانية ترى بينا كلام رجال بينا كلام رجال في اتصال هنا كان احنا العسكر مشفر اتصالاتنا كاملة اكيد انا مع جوال فتشة يا اخوك يا اخوك اسمع 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 دقيقة 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 لا تخلينا نضرب لا تخلينا نضرب كنت بتخلي عشان ما يصير يا ضرب ثواني 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 بدون ضرب السالفه بدون ضرب اسمعني قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله يا اخوي انت الان بيني وبينك كلمه كلمه رجال انا طلعت اقضي طيب كلمه فليتني. رجال شلون نثبت البيانات قدامنا انك انا يا اخي يمكن واحد من الشرطه اللي برا في السفن الشرطه مشفره بياناتنا كامله ما تطلع في الاقمار الصناعيه ما يطلع الا جوال المواطنين قلنا لك وقف قلنا لك وقف رئيس سوحات سعد انا بجزيره قدامها جسر يعرفها ناصر ترى ما 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 ادري بس انه يقول انا في جزيره قدامها جسر يعرفها ناصر هذا احمد يقول جزيره جزيره هذه احمد ناصر احمد عيال عيال عندي فكره عندي فكره عندي فكره عندي فكره, عندي فكرة بنت 66 ما معي شيء الله يرحمني والديك ترى هذا طيب 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 تروح عليك بسم الله ناصر بدر ارحب انا ارحب ارحب وين وينكم بموقع عند الجسر انا عند الجسر انا كشاف شوف شاب الكشاف معك ابو كشاف يا اخوي وش اللي منين جابه هنا منين جاب في احد من العساكر اعطاك الكشاف هذا يا اخوي انتوا فتشتوا كل شيء اللهم ان الكشاف ذا كان في جيبي خلفي لكنه ما استخدمته تاكد انه في جيبك ولا في مكان ثاني انت لا لا جيبي خذيه عسكري وشيك على السجلات الصادر والوارد من جوا ما في شيء ما في شيء كل شوف من اللي يتواصل معه داخل المدينة ما في شبكة ما في شبكة كل اتصالات شوف من اللي يتواصل معه شوف الرقم اللي اتصال فيه قديمة يا اخوي اتصالات قديمة اللي فيه سجل كل الارقام اللي مسجلها هنا وسلمها للمباحث يا رب والله علاقتنا في البداية كانت حلوة رحم الله والديكم فكونا من ذي حلوة لكن يكون في ذبذبات طالعة من هنا علمتنا طيب يا اخوي ما هي بوظيفتي ذي انتوا اللي تفتشون غلط منكم انتوا حلو غلط من الناس خلاص اعطيناك الاذن تطلع تقضي حاجك يعني المفروض خليناك هنا مثل البهايم يعني لا 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 عشان احترمناك وخليناك انسان عملناك لا لا ما قصرت بيض الله وجهك لكن بيننا يعني انت والله تجملت بانك خليتني اقضي حاجتي لكن كلنا بشر يا اخوك يعني وش والله طلعت فيه ارقام واجد فيها اتصالات لا لا تفيدنا تفيدنا ان شاء الله بالتحقيقات ما عليك اي نعم هذه يطلعوا خارج البلاد في الانتربول يجيبهم ما عليك اللهم لك الحمد الدولة ما قصرت علينا شيء جميع التقنيات متوفرة عندنا موقعي انا جهة الشاطئ بركب قارب الحين عيال بروح الجزيرة من وراء وبتأكد في جزيرة قدامي بشوفهم هم ولا لا ان شاء الله طيب تشوف يا عسكري يا هلا هلا احتاج دورة مياه مرة ثانية قسما بالله اني حشران اشغلتنا يا حبيبي خلاص ما في تكفى يا طويل العمر والله اني عشان تو بس عشان حضرت الفريق اللي موجود اما الان تبي تسوي اي شيء سوى هنا وين راح حضرت الفريق نادر خروجك ما في امل تطلع من هنا انس خروجك يا اخوي والله اني ابغى الحمام مشكلتك مين مشكلتك تكفى يا اخوي ما انت بانسان بشر معليش انسان بشر سوي اقض حاجك بالزاويه ما عندي مشكله انا طيب عادي اجلس برا شم هوا مع الشرطي هذاك لا لا ما تشم هوا بالله عليك الشرطي يدي واجبه فقط الاعترافات طيبه بس انت ما ادري وراك تجحد متى بيجي الوزير يبيجيك ان شاء الله الحين هو يبي يفطر ان شاء الله يبيجيك والله اني ابغى الحمام بس استجيب له انت وانتهينا استجيب له طيب في شيء ينشرب هذه 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 ما في شيء ينشرب يا حبيبي ادخل مداخل الفمتو تكفى ادخل 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 مداخل الان نجيب لك فطورك اصبر بس في فطور بتجيبوا لي ايه ما عليك نجيب لك فطور فطور فندقي طيب اسمع قول لا اله الا الله تعال قرب قرب شوي لا اله الا الله اسمعك 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 طيب والله العظيم انه معي في الصرافه فوق الثلاثة مليون ريال تبغى الله يغنينا عن حلاله عن حرامه والله انها طيبه اسمع مني ثلاثة مليون ما في ما في الدوله عزتنا بوظايف ثلاثة مليون ما عشان عشان ما ناخذ منك والله انت تجيك كلها والله لا لا ما تغرنا ثلاثة مليون انها اهم علينا حمايه الدوله وانت رجل مفسد بالارض مو بالدوله بس وانت رجل مفسد بالارض مو بالدوله بس
دقيقة هذا قريب منهم ناصر ترى عيال والله هي عيال والله هي عيال والله هي بقول لك طيب احنا الطيارتين الحربية بنخش بنفجر الجزيرة كلها يلا عيال يلا عيال رست على الجزيرة يلا 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 خش يلا 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 بسم الله استاذ 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 اسكري يا عمري يا عيال ما اقدر لكم ما اقدر لكم ما اقدر لكم تعال 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 بسرعه عيون هذا العيال هذا العيال امشي 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 خذوا اسلحتي خذوا اسلحتي وين اروح امشي تعال وراي القاربين امشي امشي بسرعه امشي بسرعه امورنا طيبه امشي امشي اسمع 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 القارب اسمع القارب روح الله يعزك والله انك تحتزم يا ابو محمد اركب الله يعزك كيف عرفتوا مكاني كيف عرفتوا يا ولد يا ولد انا جاي ما ادري ايش العلم اللي قالوا ان ابو محمد شلوه قلت علي بالحرام علي الحرام انك ترحب من هالساعه المباركه والله انك ترحب يا بدر دز 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 امشي حق الحق حق نمشي العيال وينهم العيال وينهم كل شيء بيجيك العلم بعدين امشي الحين خلنا نمشي الله يعزكم الله يعزكم والله انك تحتزم في ذمتي في ذمتي كبرى صوت سفاتي صوت سفاتي ترى قد بلغ يا ولد احتزم احتزم والله انك تحتزم والله تكفى تكفى دز تكفى دز تكفى دز تكفى دز تكفى احتزم 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 العيال وينهم العيال وينهم الطيارات كل شيء كل شيء موجود كل شيء موجود مع كل شيء متيسر سفاتي وين هي؟ جو والله هم ورانا والله يا ساتر يا ساتر خلطة مخلطة مو محمد خلطة مخلطة ليجو ليجو خلطة مخلطة مو محمد خلطة مخلطة ليجو ليجو خلطة مخلطة ارحب والله ثم والله انت ما تدري انت ما تدري ايش صار انت ما تدري ايش صار وش صار انغدر فينا من ابن 66 اقسم بالله ان بغينا ندخل العصابه يا بدر والله بغينا ندخل انت وين رايح وين رايح تعرف انت وين رايح يا ولد انت ما تدري ايش سوينا فيهم شفت الجربه لازم نزبر نروح مكان اسم فيه طيب نروح هنا بحدد لك بعد ايه شوف المكان سريع تكفى يا ولد والله شف. الوضع ما يطمن تك العيال وين بنروح هنا بنروح هنا العيال كيف امورهم العيال امورهم كلها تمام ابد بس لازم نروح هناك نوصل هناك ونزبر امورنا والعيال بيجون على يا ولد الدباب الحربيه والطيارتين كلها موجوده كلها موجوده احتزم يا ابو محمد احتزم ادق على العيال يا ولد انا ما ادري ايش العلم ادق على العيال ولا تعرف وين العيال العيال يا بدر العيال اللي يكونوا من نكبه وتكفى يا ولد اقول لك الامور كلها تمام العيال قد مستنونا هناك بس ينتظرون وصولنا كل شيء مرتب وكل شيء تمام ازال داعي بعد جينا احد بالطريق يقروش امنا ازال 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 الزبده بعصم الجو والله ان نيتنا ندخل العصابه جيت ابي انزل اكلمه شوي الا والله النفخ صار اللي صار لكن ما ادري كيف عرفتوا مكاننا كيف عرفتوا كيف عرفتوا يا ولد من اللي ارسل انت اللي ارسلت رساله ايوه بس عرفتوا منها على طول اي احنا كنا متجمعين عرفت جاني العلم انا من العيال انا توني واصل توني جاي من السفر شو العيال قال يا ولد احمد انخطف وخذوه ومدري ايش ودربعوه قلت شو العلم قالت على المقر حقنا اللي في الطيارات ما غبني لو واحد والله العظيم انه لكن فيني لين ما قال بس مغطي وجهه ومعطيها وضعيه البودي جارد معطيها وضعيه قاعد كل ما تكلم وزير الداخليه جاي يبقش
مدري نائب الوزير واحد زد انهم يا رجال يا رجال تجد الحين تضحك عليهم كلهم قد غبنا وخذناك منهم اسحب عليهم يا رجال والله ان الطين بيزيد بله الحين يا بدر خل عنك الطين بيزيد الله شوف حنا سوينا شيء قوي مره لكن قلناها وقلتها للعيال يا نموت كلنا يا نعيش كلنا والله ما خليك ابو محمد وين جبتوا هذا الموت الله يعز ارضكم والقوه وانك تحتزم يا ابو محمد وين بالمكان يا الحين الحين نروح عند العيال العيال مضبطين لنا مسمن ابن ستستيرينا والله الوضع ما يطمن والله ان كلنا خايفين لان سوينا شيء مره كبير شوف العيال 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 هذه موترهم شكلهم داخل امشي شكلهم داخل انزل 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 امشي تكفى يا ترى مو معي سلاح طلع سلاحك عليك مالك انزل انزل امشي 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 اصبر في واحد قدام منهم ذول هذ العيال تاكد ارحبوا والله انك ترحب خذ هذه حقت انك تنزلي مره ثانيه هذه عشان تنزلي مره ثانيه ارخمه والناصر خذ الله يقطع راسك يا عبيد وانت يا الثاني بعد لا 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 ربك مطلعينك يا الثور ابو فايز ابو فايز تذكر كلمه ابو فايز ولا لا قلت لك والله ثم والله ما نخلي ونجيبها طرق والله نجيبها طرق ما قصرتوا والله يا عيال لكن تدرون ايش الغبنة اقسم بالله ما يس جوات مراقبة احمد نزل جوالك اكسر الشريحة من تبغى انت بي سي اي ابل عن خيره ابن الذين والله ما نخليه والله نجيح طيب وخر خلنا نطلق لا وخر بطلق عليه بطلق عليه بطلق عليه خلاص. يا طيب يا عيال شو وضع المكان؟ شو وضع المكان؟ ما ندري والله. مؤقت. ما ندري. مؤقت هذا مؤقت. والله مرة طيبة هنا. والله. ما قد شفت ولا أي شيء عنه. طيب اسمعوا سالفة سي جي هذا والله ما يوقف عند حد يا عيال. الموضوع. الاي سي اي معليش الحين دباباته وطيراته وين حطيتوها مأمنة؟ إيه مأمنة. ترى وأنا جالس عندهم واحدة من الهليكوبترات عليها بلاغ وانتبهوا لا تكون الطيارات الباقية جنبها غيرت الأماكن. Sky.